اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي معاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء، وفي ارتفاع في معدلات الرطوبه الصبح، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بمعدل درجتين لثلاث درجات. لكن بالليل الإحساس بحرارة الجو هتقل عشان في نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، والبداية كالعادة هتكون من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 35 والصغرى بتسجل 24، الإسكندرية العظمى بتسجل 30 والصغرى بتسجل 23، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24، سيوة العظمى 36 والصغرى بتسجل 24، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24، دمياط العظمى 31 والصغرى 23، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى بتسجل 24، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 23. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 31 والصغرى 22، طابق العظمى 32 والصغرى 21، سانت كاترين العظمى 31 والصغرى بتسجل 17، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، الغردقة العظمى 38 والصغرى بتسجل 27، الفيوم العظمى 36 والصغرى 25، بني سويف العظمى 36 والصغرى 24، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 37 والصغرى 24، سوهاج العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 38 والصغرى 26، الأقصر العظمى 39 والصغرى بتسجل 27، أسوان العظمى 40 والصغرى 27، الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 23، شلاتين العظمى 39 والصغرى 26، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى بتسجل 29. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لجمانة وشازلي عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا لندن.